انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤخرا بدأنا نشوف ناس على السوشيال ميديا بتنشر فيديوهات بتترحم فيها على مقتل حسن نصر الله، وناس تانية بتستنكر وترفض الفكرة دي تماما. علشان كده في الفيديو ده هنوضح ليكم تاريخ وحقيقة حسن نصر الله وحزب الله. هنتكلم عن بداية حياته البسيطة، ازاي انضم لحزب الله ودوره في الاحداث الكبيره اللي حصلت في لبنان وسوريا. خليكم معانا علشان تعرفوا اكتر عن ماضيه الدموي واهدافه اللي بيعتبرها البعض خطيره ومريبه. دي كانت صوره حسن نصر الله قبل ما ايران تضع العمامه السوداء على راسه وتنسبه لآل البيت. وقتها حسن نصر الله كان مجرد شاب بيدير عصابه في لبنان وكانت بتقتل الفلسطينيين وتطردهم، وبعد كده اتسبب في قتل آلاف السوريين لما بدأت الحرب في سوريا. والنهاردة في ناس كتير بتعتبر حسن نصر الله بطل ومقاوم بحجة انه بيدافع عن نفس الفلسطينيين اللي كان بيقتلهم في الماضي. في الفيديو ده هنوضح لكم تاريخه الدموي وكل اللي عمله ضد الفلسطينيين في لبنان والسوريين بعد كده. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. حسن عبد الكريم نصر الله اتولد يوم 3 أغسطس سنة 1960 في قرية صغيرة قرب مدينة سور في جنوب لبنان، في أسرة كبيرة مكونة من 9 أخوات، وكان أبوه راجل بسيط بيبيع الخضار والفواكه. اضطرت أسرته بسبب ضيق الحال والفقر إنهم يسيبوا قريتهم وينتقلوا إلى بيروت، وهناك استقرت أسرة حسن نصر الله الفقيرة بمناطق العشوائيات على أطراف العاصمة، وبدأ حسن نصر الله يساعد أبوه في بيع الخضار والفاكهة. والغريب إن أبوه صرح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إنه ما بقاش يشوف ابنه غير مرة واحدة في السنة بعد ما حسن نصر الله اتفرغ تماما لحياته السياسية. خلص حسن نصر الله دراسته الابتدائية في مناطق العشوائيات بضواحي بيروت، ولما الحرب الأهلية اللبنانية بدأت هرب مع عيلته ورجعوا تاني لقريتهم في الجنوب. وفي الجنوب كمل حسن نصر الله تعليمه الثانوي، وخلال الفترة دي انضم لحركة أمل الشيعية اللي أسسها الإيراني موسى الصدر اللي اختفى بعد كده في ظروف غامضة. حسن نصر الله ترقى في صفوف حركة أمل لغاية ما بقى مندوب الحركة في بلدته، وأخذ دور أكبر في التنظيم والقيادة داخل الحركة. التصريحات الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال، يعني ليس طبيعيا أن يقف آية الله كروب ويقول نعم حزب الله إن جماعتنا بلبنان. سياسيا هذا مصحيح، إعلاميا مصحيح. على مستوى العلاقة العضوية والجوهرية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به، وهذه المسيرة إنما ننتمي إليها ونضحي فيها ونعرض أنفسنا للخطر لأننا واثقون ومطمئنون بأن هذا الدم يجري في مجرى ولاية الفقيه. من لم يطمئن عليه أن يسأل الثورة الإسلامية في إيران عن هذا الأمر حتى يحصل على الإطمئنان. ده
أسست حركة أمل على يد موسى الصدر، وهو إيراني الجنسية إمام العقيدة ومن مواليد سنة 1928. بدأ تعليمه في إيران وبعد كده سافر لبنان سنة 1958 علشان ياخد الجنسية اللبنانية. وموسى الصدر لعلاقة قرابة ومصاهرة مع قائد الثورة الإيرانية ومرشدها الخميني، فبمجرد دخول الأراضي اللبنانية أسس حركة أمل الشيعية في الجنوب ومن بعدها في البقاع ثم بيروت، فصار بذلك ظل الثورة الخمينية في لبنان. في الوقت ده حركة أمل بقيادة حسن نصر الله تآمرت ضد الحركة الوطنية الفلسطينية اللي كانت ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدأت تتحرك ضد الوجود الفلسطيني في لبنان. لكن لو أتيت لأبيع هذا السلاح إلى القوات اللبنانية هل يجوز؟ لا يجوز. طيب قد واحد يقول هذا سلاح ملكي. نعم، الله جعله جعلك مالكا له، والله وسم لك حدودا، فمن خلال حدود الله لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين. وبعدها حركة أمل دخلت في تحالف مع الكيان الصهيوني بهدف القضاء على جميع بقايا المقاومة الفلسطينية في لبنان، ونتيجة للتحالف ده تم استدعاء قادة الحركة من كل أنحاء لبنان ومن بينهم حسن نصر الله علشان يشاركوا في تنفيذ الخطة دي ضد المقاومة. حسن نصر الله قاد ميليشيات حركة أمل وقام بالتعاون مع بعض الجمعيات المسيحية علشان ينفذوا عمليات قتل وتنكيل بسكان مخيمات صبرا وشتيلة الفلسطينية. الأعمال العدوانية دي أدت لهدم حوالي 80% من البيوت الفلسطينية في المخيمات، ونتج عنها مقتل وإصابة حوالي 3100 شخص، بالإضافة لتهجير أكتر من 40% من سكان المخيمات واللي بلغ عددهم حوالي 15,000 شخص. في هذا السياق كتب المفكر التونسي توفيق المديني أن البرنامج الخفي لحركة أمل كان يهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني المسلح، لأنه كان بيعتبر تهديد كبير لأمن المجتمع الشيعي، ويعطي مبررا لإسرائيل للقيام بهجمات على قرى الجنوب اللبناني. أما السيد حيدر الدايخ وهو أحد قيادات حركة أمل فقد صرح بشكل واضح قائلا: كنا نحمل السلاح في وجه إسرائيل، لكن إسرائيل فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا، لقد ساعدتنا على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني الوهابي من الجنوب. هل الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام أن يعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية؟ نعم، لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية، ولايته ممتدة بامتداد المسلمين. بعد كده سافر حسن نصر الله إلى العراق واستقر في مدينة النجف، وهناك حصل على دعم مادي وسياسي بشكل سري، ويرجع بعد كده إلى لبنان ويشارك في تأسيس حزب الله اللي تأسس سنة 1982. حزب الله اعتبر وليد حركة أمل الشيعية، وشهدت الفترة التي تلت تأسيسه الكثير من الصدمات المسلحة بين حزب الله وحركة أمل، لكن حافظ الأسد قدر يلم شملهم ويوجه سلاحهم تجاه الداخل اللبناني والفلسطيني. نصر الله تولى قيادة حزب الله بشكل رسمي سنة 1992 بعد اغتيال الأمين العام المؤسس للحزب عباس الموسوي، وتم إطلاق لقب خميني العرب على حسن نصر الله. من أعلم بالنسبة للحالة السياسية ومتطلباتها في لبنان؟ العلماء المجتهدون الذين يتصدون لهذه الحالة أم المسؤولين في الجمهورية الإسلامية؟ الأعلم هو الإمام الخميني. بعد سنوات من قيادة نصر الله لحزب الله ومع انطلاق الثورة السورية، أرسل الآلاف من مقاتلي حزبه لمحاربة وقتل السوريين والفلسطينيين الموجودين على الأراضي السورية، رغم أنه كان بيروج بأن طريق القدس يمر عبر سوريا، إلا أنه اكتفى بشعارات ضد إسرائيل، بينما كانت أفعاله تركز على قصف المدن السورية وقتل الآلاف دون أن يتسبب بأي ضرر حقيقي للعدو الإسرائيلي، مما أظهر تناقضا صارخا بين أقواله وأفعاله. طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدلعة وبالسويدة وبالحسكة. تعالوا لنذهب إلى العراق، البحرين، إلى اليمن. فين صواريخ حيفا وما بعد حيفا اللي كنت بتهدد بيها؟ سنين من التهديدات بدون تنفيذ، وكل اللي حصل هو إرسال مرتزقة يقتلوا السوريين والفلسطينيين في سوريا.
وبكل شفافية أيضا. إذا كان عندنا 100 مقاتل في سويوي حيسيو 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سويوي حيسيو 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سويوي حيسيو 10000. أنتم مشتبهون، أنتم تضربون في المكان الخطأ، أنتم تضربون في المكان الخطأ. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. أما الفيديو اللي جاي ده بيوضح حقيقة المعركة اللي بيقودها حزب الله في سوريا، وبيظهر حقيقة الحرب الحقيقية على أهل السنة في سوريا. في ناس مستغربين أو ما بيعرفوا ليش نحن كسوريين بنكره حزب الله اللبناني وبنعتبره إرهابي ومجرم. هذا الفيديو هو لقصف عناصر حزب الله اللبناني على مدينة القصير بتصوير وكاميرات عناصر الحزب نفسهم. الجماعة عم يتفاخروا بالجريمة اللي عم يرتكبوها، عم يوثقوا لحظة ارتكابه للجريمة، تدمير للبشر والحجر، كثافة قصف مو طبيعية. القذائف كانت عم تدق ببعضها من كثر القصف، وهذا الفيديو هو قصف عناصر حزب الله اللبناني على مدينة الزبداني بالقلمون. حقد أعمى، حقد طائفي ما طبيعي، قصف للمنازل المدنية باللي فيها نساء أطفال شيوخ كبار سن، المهم أنهم يقصفوا والمهم أنهم يقتلوا. أما هذا الفيديو فهو لقائد قوات النخبة بحزب الله اللبناني وسام الطويل، وهو بالمروحية عم يرمي برميل متفجر على الأحياء السكنية بسوريا. تخيلوا عم يصور حاله وهو عم يتفاخر ويدخن ويقول أنه شوف وأنا عم زت برميل على أحياء سكنية، برميل أعمى ما بينزل على مكان محدد، ممكن ينزل على أي بيت، وهذا البيت بكل تأكيد راح يكون فيه أطفال نساء شيوخ كبار سن. يعني هن ما اكتفوا بالجريمة، لا، هن عم يصوروا ويوثقوا لحظة ارتكابه لهاي الجريمة. وبعد كده نلاقي ناس بيترحموا على قائد الحزب اللي بيقتل أهل السنة في سوريا، وبيقولوا إن حزب الله حزب مقاوم وبيحارب الصهاينة. الحرب الحقيقية اللي بيقودها حزب حسن نصر الله هي حرب ضد المدنيين من أهل السنة. حرقنا دينهم، حنرجع نحرق دينهم لآخر واحد سني كلب على وجه الكرة الأرضية. الله أكبر، الله أكبر، الله أعطانا عمر للروح ليلة للسعودية الشطر والكعبة. أعتقد الصورة وضحت الحقيقة لحسن نصر الله وحزب الله بعيدا عن الدعايات اللي بتحاول تخفي تاريخه الدموي. مش كل اللي بيترحموا عليه يعرفوا ايه اللي عملوا فعلا، ولا مين الناس اللي كان بيقتلهم سواء في لبنان او في سوريا. الحقيقة اللي ناس كتير مش عارفاها ان حسن نصر الله وميليشياته ارتكبوا مجازر بحق الفلسطينيين والسوريين، وقتلوا الالاف في حروب بعيدة تماما عن المقاومة اللي بيدعيها. ازاي نقول انه بطل مقاومة وبيوجه سلاحه ضد المدنيين في سوريا بدل ما يوجهها لإسرائيل؟ الفيديو ده بيكشف ليكم الحقيقة المخفية والوجه الثاني لحسن نصر الله وحزب الله، وبيوضح ازاي الحروب اللي بيقودها الحزب مش دفاعا عن فلسطين، انما ضد اهل السنة والمدنيين في المنطقة. نتمنى ان المعلومات دي تكون وضحت الحقيقة وتخلينا نكون دايما واعيين باللي بيحصل حوالينا. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.